السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج. من فجر اليوم حاولت عناصر أنصار الشريعة في لودر القيام بعدة هجمات على محاور متعددة، كان أهمها الهجوم على الوحدات العسكرية والمقاومة الشعبية المتواجدة في جبل يسوف بهدف استعادته. مواجهات اليوم استخدم فيها السلاح المتوسط والثقيل في مشهد نستعرضه في تقرير مختار الرحب. لم تهدأ عناصر أنصار الشريعة بعد سقوط معقلها الاستراتيجي على أيدي المقاومة والمتمثل بجبل يسوف، هذا الموقع الذي كانت تستخدمه أنصار الشريعة لضرب مدينة لودر والمواقع العسكرية بالمدفعية. ففي الساعة الأولى الفجر اليوم قامت عناصر أنصار الشريعة بهجوم مباغت يهدف إلى استعادة جبل يسوف، حيث دارت المعارك والمواجهات لأكثر من 3 ساعات، استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، بينما كانت عناصر أخرى من أنصار الشريعة تهاجم مشروع الكهرباء الذي يقع جنوب المدينة. وأثناء الهجوم تعرضت منازل المواطنين لقصف مدفعي بحسب مصدر محلي، بينما كانت وحدات من اللواء 26 حرس جمهوري ووحدات أخرى من اللواء 111 وعناصر من اللجان الشعبية تصد الهجوم وتدافع عن المدينة من على جبل يسوف. أدى الهجوم إلى سقوط 15 قتيلا من أنصار الشريعة، بينهم قيادي يدعى سمير الفطحاني وقتيلين من اللجان الشعبية. وفي سياق متصل نفذت صباح اليوم غارتين جويتين على مواقع يعتقد أنها تابعة لأنصار منطقة بين لودر والعين، والغارة الثانية وقعت في مزرعة بالقرب من قرية المنياسة بجبل يسوف، ولم يعلن عن عدد القتلى والجرحى. وبحسب مصادر محلية في اللجان الشعبية فإن مدينة لودر لا تزال عصية على أنصار الشريعة. مع استمرار المواجهات والتضحيات التي يبذلها أبناء القوات المسلحة رابطة في أبين، أشاد الرئيس عبد الرب منصور هادي برجال القوات المسلحة والجيش واللجان الشعبية على استبسالها وصمودها في مواجهة أنصار الشريعة. مختار الرحبي لبرنامج أصداء اليوم. وينضم إلينا علي عيد الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية في لودر، أهلا بك أخ علي. بسقوط جبل يسوف خسرت عناصر أنصار الشريعة موقع استراتيجي هام، اليوم حاولوا مشهد المواجهات التي جرت في محاولة أنصار الشريعة استعادة هذا الموقع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. طبعا مع إذان الثاني الصلاة قامت هذه العناصر الإرهابية بقصف المدينة مستخدمة الشاشات 23 وال 12.7 وقت المصفحات وبطريقة عشوائية، تمهيدا لشن هجوم على مواقع اللجان الشعبية وقوات الجيش المرابطة في محطة الكهرباء جنوبا وكذلك على جبل يسوف شرقا. ولكن صدت هذه المقاومة أو صدت هذه المقاومة واللجان أو القوات المسلحة هذا الهجوم، وجوبت عناصر الرذيلة بمقاومة شعبية قوية في الموقعين ولم تستطع أن تقدم أي أو لم تستطع أن تحقق أي تقدم على ساحة الميدان، سواء أنها تكبلت الخسائر من جراء ما تلقتها من المقاومة الشعبية وكذا تدخل القوات المسلحة التابعة للواء 111 واللواء 26 حرس. وقد قتل خلال هذه الاشتباكات 15 من العناصر الإرهابية وجرح 3 آخرين، وقد سقط شهيدان من اللجان الشعبية هما الشهيد الخضر أحمد السلطان والشهيد العبد بن عبد السالم وجرح 14، وعاد هذه العصابة تجر أذيال الهزيمة من جراء ما تلقته من ضربات موقعة أدت إلى تدهورها وعودتها إلى أوكارها. طيب اليوم هناك تلاحم بطولي بين المقاومة الشعبية وبعض الوحدات العسكرية، لو تحدثنا عن هذا المشهد أيضا. طبعا هذا التلاحم جاء من جراء ما قدمته أو ما قدمه المواطنين أو أعضاء اللجان الشعبية والقبائل من دفعة معنوية في روح القوات المسلحة، حيث لوحظ أمس أن المواطنين قد وصلوا إلى جبل يسوف وما زالت المسطحات أو ما زالت القوات النظامية تلحق بها، وهذا أعطى دفعة قوية في الروح المعنوية للقوات المسلحة، حيث التحمت القوات المسلحة ممثلة باللواء 111 واللواء 26 حرس جمهوري وبعض
وحدات الأمن المركزي وسطروا بطولة أو ملحمة بطولية في الصعود جنبا إلى جنب على مرتفعات يسوف، وقمع كل أوكار هؤلاء العصابة من خلال التلاحم والتكاتف والتآزر. وهذا يدل على أن التحام المواطنين مع الجيش سوف يحقق انتصارات في كافة معارك التي تقودها. طيب علي، هناك من يتحدث عن هزيمة مرتقبة لأنصار الشريعة في أبين، هل فعلا نحن الآن أمام مشهد هزيمة أنصار الشريعة في لودر، أم أن للمشهد متطلبات أخرى يجب توفرها حتى تتحقق أو يتحقق هذا الانتصار؟ طبعا نحن نتمنى أن تنتهي أو ينتهي تواجد هذه العصابة من محافظة أبين، ولن يأتي هذا إلا بتكاتف جميع الخيرين من أبناء اليمن وكذلك وخاصة أبناء محافظة أبين بأن يهبوا هبة جماعية ويقوموا بتشكيل لجان شعبية يكون الهدف منها تأمين أو كل مواطن أن يؤمن أن يأمن المدينة أو القرية التي يعيش فيها. وإذا قامت هذه اللجان وتوحدت الصف وكان هدفها تأمين مدنها وقراها في الحقيقة مع البطولات التي يسطرها الجيش والقوات المسلحة سوف تنتهي هذه العصابة من على خارطة محافظة أبين، ليس محافظة أبين، كل محافظات الجمهورية بإذن الله. أشكرك جزيلا علي عيد الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية في لودر. حينما استعاد المواطنون حياتهم بعد إزالة كل المظاهر والمتارس المسلحة من العاصمة، أخذت ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية من الرشاشات والآليات تأخذ مكانها ليلا في بعض الأحياء السكنية دون مبرر، إلا لخلق حالة من الرعب والخوف والقلق لدى المواطنين. من يفعل ذلك ومن يقف وراءه؟ أسئلة يجب أن تطرح على المعنيين. التفاصيل في تقرير رضوان السماوي. لا تزال ظاهرة إطلاق الرصاص بشكل عشوائي في الليل تسمع في بعض أحياء العاصمة وخصوصا الجنوبية منها، والتي كانت مناطق تماس بين القوات الموالية للنظام السابق والقوات التي دعمت الثورة، وحي هائل نموذجا لهذه الظاهرة، فهي لا تزال تشكل عامل قلق لسكان هذه الأحياء، خصوصا بعد أن نعموا بفترة من الأمن والأمان بعد توقيع المبادرة الخليجية وتشكيل اللجنة العسكرية، والتي أصبحت هي المخولة برفع المتارس والمظاهر المسلحة من جميع أحياء العاصمة. لا شك أن انتشار حمل السلاح رغم صدور قرار بمنع حمله في عواصم المحافظات هو سبب رئيسي في انتشار مثل هذه المظاهر، لكن السؤال المهم هو ما دور اللجنة الأمنية في الحد من هذه الظاهرة، وما هي أثار إطلاق الرصاص بالليل، ومن يقوم بذلك، ومن يقف وراءهم؟ أسئلة كانت مثار بحث، ونحن نرصد قلق ومعاناة المواطنين في تلك الأحياء. نزلنا لتأمين المواطنين في الشوارع في هايل، وإن شاء الله نأمل بالأمن والأمان، ولكن ظاهرة السلاح والإسم إطلاق الرصاص في الليل والأعراس ما ندري من أي وحدات ولا ندري من أي المواطنين، أصبحت عادة عندهم السلاح، ولكن إن شاء الله نسعى إلى التأمين ونحن نخرج ظاهرة السلاح، مسك من كان معه سلاح نسعى لنزع السلاح منهم وتوريده تبع الوحدات العسكرية إن شاء الله من المنطقة. إطلاق النار في الليل فهو إزعاج للمواطنين وللعائلة وللأولاد وللكل، ولا يشتروا يرقدوا من إطلاق النار في الليل. ما نسمع هذا كل الليل من كل جهة، نقول يا ما ندري من هم هذا، ونقول من هم هذا، والصبح ما ندري من هم هذا. منقر وحرام على شغل المسلمين، فيهم الأمراض، فيهم الخايف، فيهم أنا حرام قوي، والناس خارجين من فترة كبيرة كودة نفخنا إن شاء الله. ظاهرة إطلاق النار ظاهرة مقلقة لجميع سكان الحي بشكل عام، بحيث أنها انتشرت في جميع الناس، كانت سواء مناسبة عادية، عرس، احتفال عادي، فصراحة الأمن مختفي نهائيا في خلال هذه الفترة. بصراحة كان إطلاق الرصاص نتيجة عن ما بش توعية في الشعب نفسه، كانت نجد تخويف ناس بعض أحيان ونفس على أنفسهم هكذا من باب السمعة، ناس كانت كلها من بلاط جاسم. نقول للمسؤولين أو أصحاب الحارة أو المشايخ أو العقال أن يتعاونوا مع أجهزة الدولة، تمام،
لكي نستطع بحجز الاخوان الذي بيحاولوا كيف يزعزعوا الامن والاستقرار في المنطقه او بالعاصمه بشكل عام. لا شك بان اللجنه العسكريه هي اليوم اكثر مطالبه بمواجهه تلك الممارسات التي لا زال بعض من يرتدون الزي العسكري طرفا فيها، فيما هناك من يريد زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة. وتجاهل مثل تلك الانتهاكات هو مسعى لإفشال مهام اللجنة العسكرية. رضوان السماوي لبرنامج أصداء اليوم. لا زالت نفحات رياح الثورة في المؤسسات تطل بجمراتها بين الحين والآخر. اليوم كان لعمال الهيئة العامة للأراضي مشهد يحمل دلالته برسالة نستعرضها في تقرير رضوان السماوي. لا زالت المطالب والحقوق لدى قطاع كبير من موظفي الجهاز الحكومي لم تلبى، وفي ظل ما تشهده اليمن من حراك سياسي تبقى الاعتصامات والإضرابات هي العصا المسلطة على كل من يتجاهل حقوق الموظفين. فقد شهدت اليوم الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني اعتصاما لعدد من موظفيها الذين تعددت مطالبهم، فمن مطالبة بالتثبيت إلى المطالبة بتوفير أراضي لهم إلى إطلاق رواتبهم المتوقفة منذ 4 أشهر حسب قولهم. متعاقدين، مطالبنا نحن متعاقدين بالأجر اليومي لنا من 5 سنوات، وهناك مهندسين لهم من أكثر من 10 سنوات بالأجر اليومي. نطالبهم بتثبيتنا بإعطائنا رواتبنا، لم يسمعوا لنا. تغير رئيس الهيئة الأول وجاءنا رئيس الهيئة الجديد وتقابلنا معهم من أجل مطالب الموظفين، لكنه لم يستجب لنا إلى حد الآن. الجدير بالذكر أن معظم موظفي الهيئة هم من حملة الشهادات في مجال الهندسة، لكن واقع الحال لم يشفع لهم، فكان الاعتصام والإضراب هو الحل الأخير الذي لجأوا إليه. مطالبنا كثيرة، منها أولا تحسين الوضع المالي للموظفين، حيث يعني جميع الموظفين ليس لهم إلا الراتب الأساسي فقط بدون أي بدلات. يعني طبعا الراتب الأساسي لا يكفي لإعالة أسرة بسيطة، ما بالك بهذا الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد. يعني بدورنا تواصلنا مع رئيس الهيئة لنعرف منه بالضبط حيثيات القضية ولنوصل إلى مسامعه شكاوى وطلبات موظفيه. بدوره رحب بنا وتفاعل مع ما يطالب به الموظفون ونزل إليهم وقابلهم وسمع منهم، لكنه أرجع معظم التقصير إلى جهات عدة منها المالية والخدمة المدنية وإلى الروتين في مثل تلك المعاملات، خصوصا مع الوضع الذي شهدته البلاد. الأخوان الآن معهم حق في أنه مستحقاتهم لـ4 أشهر هذا من بداية السنة ما سلموا، والسبب واضح. أولا ميزانية الدولة ما أقرت إلا قبل شهر أو 3 أسابيع أو قبل شهر في نهاية في بداية شهر 4. الجانب الثاني أنه في متابعة مع وزارة المالية بعد إجراء المصادقة أو إقرار الموازنة في مجلس النواب، إلا أن هذا يأخذ إلى فترة. فالأخوان بالفعل الآن لهم 4 أشهر والآن الشهر الخامس بدون مرتبات. يأمل موظفو الهيئة خيرا، خصوصا بعد أن شكلت لجنة منهم للجلوس مع رئيس الهيئة للبحث في مطالبهم. رضوان السماوي لبرنامج أصداء اليوم. فاصل ونعود لاستكمال ما تبقى في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد. في المؤتمر الصحفي للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه تحدث عبد الجندي عن الرؤية المؤتمرية تجاه الأوضاع، مشخصا بعض المواقف ومفصحا عن بعضها برسائل تناولت العديد من الموضوعات والشخصيات. محمد النقيب من قاعة المؤتمر الصحفي عد لنا التقرير التالي. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. يبدأ ناطق المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عبد الجندي
مؤتمره الصحفي كزاهد سيقول كلاما هو بيان للناس حتى لا تكون فتنة، لكن المقدمات لا تأتي طبقا لما يتلوها، وهذا عند كل سياسي. قال علي محسن على علي عبد الله صالح أني يخرص عن العمل السياسي حتى لا يضر نفسه وأسرته، وبالتالي لا يحق له ممارسة العمل السياسي. يا رجل اتق الله، ألم تكن أنت الأخير الشقيق لعلي عبد الله صالح خلال هذه الفترة كلها؟ يعني كنا نتعامل مع علي عبد الله صالح من خلال بوابتك. وتحقيق الأمل في خروج اليمني من واقعه الراهن يعني في نظر الجندي أن تحمل قوى المعارضة مشاعل التسامح التي تركها صالح للأيادي الأمينة، كذلك عدم الإفراط في الاشتراطات المقيدة لطلاقة الحوار الوطني، والشك والتشكيك، حد الفوبيا السياسية. وهكذا كل يوم نسمع شروط جديدة ومصطلحات جديدة تذكرنا بعائلة الصنق. هذه العائلة أصيبت في الصنق، وعندما كان الأب يحرث في الأرض قد مر عليه أحد المسافرين فقال له السلام عليكم، قال له ثور حقي وثور حق المرأة، يحسب أنه يسأله حق من الأثوار. أجاء زوجته تجيب الغداء، قال لي لقد سألني أحد المسافرين حق من الأثوار، فقلت له واحد حقي واحد حقك. قلت له إذا كان الغداء في مبراقط بنتك الذي عصده مو شديد. روحت البيت تقول لبنتي اليوم أبي قال الغداء كشيش في بوبراقط في بوب. قلت لي شوفي له بالناس واللي ما شوفش. هي تحسب انه قد خلق حصلوا لها كل واحد يغني على ليلة. التلاحق الأسبوعي لمؤتمره الصحفي كسب توقيتا منتظرا لدى الكثير من المواطنين، وهنا سر الكوميديا المشوقة في حديث الجندي. والمواطنون في الحقيقة يريدون صدق القول وصريحه، لا جبر الخواطر وتنمية بؤر التوتر. يعني يجب أن نقول كلمة حق ليزعل من يزعل وليرتاح من يرتاح. إن بقايا النظام يبدأ من عبد رب منصور هادي ومرورا بعلي محسن وبيت الأحمر ونحن كلنا من بقايا النظام. أشاد الجندي بقرارات رئيس الجمهورية واعتبرها مفتاح المرحلة الانتقالية، ثم ما لبث أن قال على هادي أن يراعي الجانب الإنساني والأخلاقي إزاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح. عبد رب منصور هادي صديق وشقيق لعلي عبد الله صالح، وبالتالي هو رئيس لولا الدور الذي بذله علي عبد الله صالح مع عبد رب منصور هادي ما كان اليوم في موقعه، وعليه أن يراعي هذا الجانب الإنساني والأخلاقي، وبالتالي نحن مع عبد رب منصور هادي، وبالتالي لا نقبل بأي حال من الأحوال لأحد أن يتآمر عليه. حزب الإصلاح وحميد الأحمر وباسندو ورئيس حكومة الوفاق، طال المؤتمر الصحفي للجندي أم قصر، لا بد أن ينال كل واحد منهم جملة اعتراضية في سياق حديثه. وما كان علي عبد الله صالح ليتخذ قرار في حق هذا الشعب إلا بموافقة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله، والإساءة لعلي عبد الله صالح هي إساءة للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر شريكه الأساسي في السلطة، وأيضا امتلك من الثروة أكثر مما يمتلكه الرئيس علي عبد الله صالح. إذا هنا نقول كلمة حق ولا نخاف. أنا كثيرا من التهديدات تصلني لكنني لا أخاف إلا الله. نفى الجندي ما نقلته مصادر إعلامية حول إيقاف رفع مخيمات الاعتصام التابعة للمؤتمر الشعبي العام من قبل أحمد علي عبد الله صالح، مشيرا أن القرار ماض لأجل تنقية الأجواء السياسية، غير أن الأطراف الأخرى حسب قوله تعمل على توسيع الاحتجاجات وتأجيج الموقف. إشادات الجندي بقرارات رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم تساوي تذكيره بفضائل الرئيس صالح، بفضائل صالح الشخصية، وهنالك أشخاص آخرون نافذون وجهات مؤثرة أعطاها وأعطى كل ذي حق حقه من رسائله الأسبوعية.
محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم. وينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الجندي الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه. أهلا بك أستاذ عبدو. في ذات الوقت الذي أكدت وقلت أنكم مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، أيضا أكدت على أن هناك حملة تشكيك في قرارات الرئيس هادي. من هي الأطراف التي تقود حملة التشكيك هذه؟ طبعا كل الذي ما طلعوش لجنة الاتصال بالتأكيد يعني أغلبهم لم تعجبهم هذه القرارات، لأنه نحن فينا يعني مشكلة المرض. أنا وحدي على حق والآخرين على خطأ، أو أنا الأحق بأننا يعني أكون في الواجهة. هذه اللجنة أنا قلت لأنها هي عبارة عن لجنة الاتصال، وهي مستلزمة بجوهر الاتفاقية، والطرفين الموقعين على الاتفاقية هم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمشترك وشركائه، وقد مثلوا سواء في اللجنة الاستشارية أو في لجنة الاتصالات بنسب متساوية وتقاربة، وهدف إلى فعلا إنجاح المهمة. ومهمة لجنة الاتصال هي مهمة مؤقتة خلال شهر زمن، يستطلع كل القوى السياسية الغير ممثلة، وبالتالي يصل إلى تقرير يحدد من هم الذي سيحضرون المؤتمر وكم قوام المؤتمر. ولا بالتأكيد تكون عمل لجنة الاتصال مفتوحة، ممكن أيضا تستوعب آراء الآخرين الذي ما مثلوش بهذه اللجنة، لأن كل ما زاد العدد كل ما يعني استحال على أعضاء اللجنة تحقيق مهمتهم بنجاح وجهات نظر متقاربة. طيب أستاذ عبدو، لا زالت الشفافية غائبة في الحديث عن مؤتمر الحوار الوطني. أنتم في المؤتمر الشعبي العام، هل ترون أن هناك أطراف تعمل على تعطيل عقد المؤتمر؟ من هي هذه الأطراف وماذا تريد؟ نحن لا نستطيع فعلا أن نتهم الآخرين بطريقة تخمينية، لأنه قلنا بأن كثرة الشروط هي وضع رقيب أمام المؤتمر، ورئيس الجمهورية قال المؤتمر يجب أن يتم بلا حدود وبلا شروط. ومعنى ذلك أن كل من لديه آراء وكل من لديه أفكار يجب أن يحتفظها إلى أن يصل إلى المؤتمر، والمؤتمر فعلا سيكون مفتوح لكل الآراء والتصورات، وسينظر لقضايا الخلاف سواء في المصالحة الوطنية أو في إصلاح النظام السياسي أو في التعديلات الدستورية أو في النظام الانتخابي أو في نظام الحكم المحلي، وكل القضايا التي طالما اختلفنا حولها يعني ستطرح في على بساط البحث. والمؤتمر لا يمثل بأغلبية تتخذ القرارات، ولكن قرارات المؤتمر ستكون حسب المبادرة الخليجية الوفاقية. وأنا بالتأكيد يعني واثق من أنه هذه الخطوة هي التي ستوصلنا إلى الاتفاق على ما نحن بحاجة إليه من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية إلى آخره. أشكرك جزيلا عبد الجندي الناطق الرسمي باسم الشعب العام وحلفائه بالمؤتمر. نظم مركز سبا للدراسات الاستراتيجية صباح اليوم ندوة محورت مجمل نقاشاتها حول تنظيم القاعدة وتواجده في أبيان بين سيناريوهات هذا التواجد والمتغير في الرؤية الجهادية لتلك العناصر. أصداء اليوم يستعرض الندوة في تقرير معاذ منصر. تحت شعار القاعدة في أبيان والتوسع النشط، نظم مركز سبا للدراسات الاستراتيجية اليوم حلقة نقاش أخذ هؤلاء الحاضرون فيها جوانبا من الحديث عن تطورات ومستجدات الأوضاع في محافظة أبيان. سياسيون وأكاديميون وعسكريون كان لهم رأيهم، لماذا تتواجد القاعدة في محافظة أبيان بالذات؟ سؤال طرحه هذا الرجل العسكري وأجاب عليه في ذات الوقت. لماذا محافظة أبيان بالذات؟ المكونات الاجتماعية في محافظة أبيان تلعب دور في مسألة تنامي القاعدة المكونات القبلية. أبيان كهدف رئيسي هو سهولة الوصول إلى محافظة عدن، ومن محافظة عدن يسعى تنظيم القاعدة بشكل عام إلى السيطرة على المدخل الاستراتيجي، الموقع الاستراتيجي لجنوب مركز التجارة العالمي، يعتبر
من الجانب السياسي، من الجانب الاجتماعي، من الجانب الاقتصادي، من الجانب بشكل عام. ولهذا هي أبيان هي محطة انطلاق لتنظيم القاعدة، ومنه تتشعب إلى جميع المحافظات التي ترى أنها مهمة لها. الخبير المتخصص بشؤون القاعدة باليمن هذا كان له حديثه فيما يتعلق بمراحل الحضور والتواجد للتنظيم، وعن المؤسسين الفعليين لهذا التيار وجنسياتهم، وكيف أخذ الأمر بالتطور إلى ما هو عليه اليوم. تنظيم القاعدة لم يخلق في اليمن خلقا أساسيا وبكيان يجب أن ممكن نقول معه تنظيم القاعدة في اليمن، إلا التنظيم الذي ولد في يناير 2009. تمت التهيئة لهذا التنظيم. كان تنظيم القاعدة الأم بوجود أسامة بن لادن قبل أن يقتل، وأيمن الظواهري لا يعترفون رسميا بتنظيم فرع وذراع لهم في أي مكان قبل 2009 في يناير. خرج ناصر الوحيشي ومن معه، إن شاء الله يكون الوقت مناسب، خرج ناصر الوحيشي ومن معه 23 في فبراير 2006، وبدأوا يضعوا رصيد لكي يثبتوا للقيادة العامة أننا نحن تنظيم القاعدة نستحق أن نعمد وأن يعطى لنا الثقة. فخرج هؤلاء 23 في أوائل فبراير 2006، وحينها لو أردنا أن نسرد العمليات الميدانية التي كانت بمثابة قوائم يقدمها هؤلاء إلى زعماء القاعدة كي يقولوا نحن أهل لأن نعتمد في تنظيم القاعدة. ف2007 عمليات استهداف منشآت، استهداف أجانب نتذكر أيضا في 2007. 2008 كان عام مهول يكاد يكون كل شهر، يعني في يناير، في مارس، في إبريل، في مايو، كل شهر في عملية تختلف نوعية. الملاحظ في الندوة هو أن بعض المتحدثين لم يكن لهم علاقة بالموضوع، فهم قد يكونوا مشاركين لكن طرحهم كان يعبر عن وجهات نظرهم وقراءتهم لموضوع القاعدة في البلاد وفقا لقناعتهم الحزبية لا لقناعة الواقع. لماذا القاعدة تزدهر في هذه اللحظة التاريخية، في هذه اللحظة السياسية؟ ولماذا وجه الأبيني هو البارز بينما وجه الأحمر، وجه الربيع، وجه المغرب؟ الجديد عن القاعدة ومؤشرات هذه الورقة ومسارات تطورها يفصح عنها الواقع اليوم في لودر ومناطق أبيان ربما، وليس حديث هؤلاء الذين لم يأتوا لنا بجديد. فلودر تعيش تحت خط النار منذ 4 أيام على التوالي. يقال بأن عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال المعارك التي تستمر رحاها حتى اللحظة بين أنصار الشريعة واللجان الشعبية والجيش. وتقول المعلومات بأن انتصارات على كافة المستويات تحققه الدولة واللجان الشعبية في تلك المناطق بشكل يبعث بالارتياح. معاذ منصر لبرنامج أصداء اليوم. استنهض شباب الثورة في الحالمة تعز من مشهدهم الثوري وهج التاريخ نحو ميناء المخا بمسيرة تضامنية لعلها تعيد لذلك الميناء مكانته، فكانت الأقدام الراجلة والزاحفة تطوي المسافات بعزم الحلم نحو آفاق يتطلع إليها الشباب، حلم لا حدود له ولكنه هو الحاضر في وقفاتهم وفعاليتهم. برنامج أصداء اليوم كان في ركاب السفر على الأقدام من خلال زميلنا محمود الحميدي الذي أعد لنا التقرير التالي. بعد يوم شاق ورحلة مضنية قضاها المشاركون في مسيرة كوفي مخا الراجلة، واصل الشباب طريقهم في المساء حتى وصلوا إلى مدينة البرح، وفي كل منطقة يمرون فيها يجدون الحفاوة والترحاب من المواطنين المستقبلين بالألعاب النارية، حتى وصل الجميع إلى مفرق المخا ليباتون هناك. أدرك الجميع أن ما بقي من الطريق هي أكثر صعوبة، فقرروا أن يسبقوا حرارة الشمس وتحركوا في 5 فجرا نحو مدينة المخا. 6 ساعات قضاها الشباب في طريق لا يرون بها سوى السراب. حرارة الشمس العالية جعلت الإسفلت يفطر الأقدام، يمضون لبضعة كيلومترات فيصيب بعضهم الإغماء من شدة التعب، فيقعدون قليلا ثم يواصلون المسير لتحقيق هدف مسيرتهم. مسيرتكم في مخا كانت هي التعبير الصادق عن التوجه
عن التوجه للثوار نحو بناء يمن جديد، ورسالة واضحة للسلطات الحاكمة بأن شباب الثورة والشعب الثائر يعلم يعاني كثيرا ويعرف مواطن الخلل، وهو على علم ودراية بأماكن التنمية التي تم القضاء عليها ودكها، ومنها ميناء المخا. أكثر من 15 من الفتيات شاركنا في كوفي مخا، تحملنا أعباء الرحلة المتعبة، فيما البعض منهن اصطحبنا أطفالهن أيضا. خرجنا نحن معنا 17 بنت من ساحة الحرية، وحتى اصطحبنا الشيء الجميل في بنهم حتى اصطحبنا أطفالهم الصغار، غير مبالين بحرارة الشمس ولا بالتعب، ورغم أنه الجو تميز بالخط بحرارة شديدة، فظلنا النساء يمشنهن وأولادهن. وينضم إلينا محمد أحمد صبر نائب رئيس اللجنة الإشرافية لمسيرة كوفي مخا. أهلا بك أخ محمد. مسيرة كوفي مخا من تعز إلى المخا، كيف تقيم نجاح هذه المسيرة؟ أهلا. والله عند وصولنا إلى مدينة المخا التاريخية شعرنا بأن المسيرة قد حققت العديد من الأحجاب، حيث ومرور المسيرة في المدن المختلفة على مستوى الرمادة وهجة والبرح، شعرنا بزخم ثوري غير عادي ولحمة مجتمعية كبيرة كان سبب وجودها المسيرة الراجلة التي أدت إلى اختلاف المجتمعات واندماجهم والقضاء على المناطقية المزروعة من قبل النظام السابق. وبعد ذلك وصلت المسيرة إلى مدينة المخا المهملة المغيبة عن الجهات الرسمية، وتفاجأنا بحشود بشرية هائلة كأن لم يبقى أحد في مسكنه من أبناء المخا، وهم يترقبون القادم من تعز ماذا سيقدموا لهذه المدينة المهملة المنكوبة. طيب، بمجرد وصولكم إلى ميناء المخا كانت لكم وقفة تضامنية، ما هي الرسائل التي حملتها هذه الوقفة؟ نحن وقفنا أمام بوابة الميناء وألقينا بيان احتجاجي على ما وصل إليه ميناء المخا التاريخي كوفي مخا الذي عرفه العالم أجمع، ومعظم اليمنيون إلى الآن لم يعرفوا تاريخ هذا الميناء المجهول والمغيب. فوصلنا رسالة إلى الجهات التنفيذية الجهات الإدارية المسؤولة وإلى حكومة الوفاق الوطني بسرعة عمل حلول عاجلة لاستعادة الإرث التاريخي المدمر وتفعيله لكي يسهم في عملية البناء والتنمية المنشودة. طيب، محافظة تعز كانت حاضرة بمطالب لكم للمحافظة، مشاريع تحلية للمياه وتوليد للطاقة الكهربائية، هل هذه المطالب انتهت بانتهاء هذه المسيرة الراجلة، أم أن لكم إجراءات وفعاليات ستعمل على تعزيز المطالبة بتحقيق هذه المطالب؟ لا، الإجراءات مستمرة. نحن ما زالت مسيرة كوفي مخا القادمة من تعز باقية إلى الآن في مدينة المخا، حيث برنامجنا يوم غد سنقوم بتنفيذ ورشة عمل حول المدينة التاريخية المغيبة. سيشارك في هذه الورشة العديد من الأكاديميين والمتخصصين في علم الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والجيولوجيا والعلوم المختلفة، وسيقدمون أوراق عمل. من خلال هذه الأوراق تخرج الورشة بتوصيات معينة، على أثر هذه التوصيات يتم التواصل مع الجهات المعنية الجهات الرسمية لإعداد برنامج مزمن لإعادة للبدء بإنشاء محطة تحلية لمياه الشرب لأبناء تعز والمدن المجاورة لها، وكذلك
استخراج الرياح الطاقه عن طريق استخراج الطاقه الكهربائيه عن طريق الرياح كما تسمى بالطاقه النظيفه. الكون المخازن مثل موقع جغرافي مميز، هو كذلك اضافه الى الابعاد السياحيه كون المخا تعتبر. اشكرك جزيلا محمد احمد صبر نائب رئيس اللجنه الاشرافيه للمسيره الراجله كوفي مخا. وصلنا بكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج اصداء اليوم، يمكنكم متابعه البث الحي على موقع قناة السعيدة وأيضا التواصل مع القناة من خلال هذا العنوان. دمتم ودامت اليوم بخير، إلى اللقاء.